ممكن انزل؟ تروحي فين يا بيبي؟ عايزه انزل مع نادين، انا مخنوقه. الله، ابو مالك لو ابوزك كان ايه؟ غلطتي اتعاقبتي وخلصنا، في ايه؟ غلطت، عملت ايه؟ انت عارفه انت عملتي ايه؟ وانت عارفه ان انا عارف انك عارفه عملتي ايه؟ من غير رغي بقى واستقبال. فردي وشك عشان اخوك على الطريقه تطلع دلوقتي حالا. الاماكن كلها مشتاقه لك يا كبير. شمالك؟ اقعد اقعد. ازيك يا عمان؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ زي ما انت شايف. زي القمر كالعاده. وحياة تيتا يا مسيو عابد، عدد نجوم السما وحشتني. تيتا؟ طمنا على الشغل. زي الفل يا باشا. مصنع حديد عامل ايه؟ في الطالع. انا عايز ارقام. توجيهاتك يا باشا. وايه الدوشه اللي كانت امبارح في الاوتيل؟ كان في دوشه وزحمه كده، ده ايه؟ ولا كان فرح ولا ايه بالظبط؟ ده نسبه اشغال فوق ال 70% يا مسيو عابد. بتتكلم بجد؟ امسك الخشب بسرعة. الحمد لله والشكر لله. طيب اخد المكالمة دي وارجع له. اتفضل يا علامة، اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. الو. ازيك يا قلبي، عاملة ايه؟ ما تسأليش عليا ليه؟ الاستهبال اللي انت فيه ده، هو انت مش شايف وشي؟ ايه؟ زي القمر كالعادة. أنا جعان، هاكل. تاكلي معايا؟ عماد، عابد بيضربني وخبطني في الإزاز، أنا كان هيغمى عليا امبارح. أغمى عليكي؟ يبقى عملتي حاجة غلط، زعلتيه منك أوي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ انا خلاص ما بقتش مستحمله، انا بتضرب طول الوقت وبتشتم انا واهلي اللي هم اهلك. مش ما بتزقش يا غزل، كلنا بنشتم. انت ممكن تكوني ماشيه في الشارع يجي واحد ملوش ثلاثه لازم يشتمك ويطلع يجري. ايه يعني؟ انما انت بقى بيشتمك حبيب بيطا يمور. ده فقر والله. والله انت ما عندك دم وقليل الذوق عشان ده يبقى ردك. تفوقي لنفسك بقى، انت فاكره نفسك مين ولا فاكره احنا مين؟ انت المفروض تحمدي ربنا وتقعدي على السجاده صبح وليل تشكري ربنا على نور. احنا نبعت لنا عابد بيه يخرجنا من الوحله اللي كنا فيها، ولا انت عايزه ترجعي تستني هدوم جيرانك تضيق عليهم عشان يشحتوها لك؟ فوقي لنفسك يا ماما. صافي من لاشين ولا التراب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.